رجعنا لكم من جديد ومكملين بحلقتنا لليوم من مطبخ رؤيا، وهلا صارت معنا بالاستوديو اخصائيه التغذيه رند الديسي لحتى تحكي لنا اليوم عن فوائد الصبر وقد ايه وقت موسمه وكل هاي المعلومات اللي لازم نعرفها عن الصبر او الصباره اللي كثير زاكيه وهلا موسمها بالصيف. كيفك رند؟ تمام، شو اخبارك؟ الله يسعد صباحك رند. صباح الورد يا قمر انت. جود مورنينج. الاخضر الحلو هذا. الله يسعدك، ثانك يو، عيونك الحلوين. طب قبل ما نبلش مع رند بس نقول لكم انه شيف ايمان عم تكمل بالمعجنات، وبعدين لانه انا ما شاء الله على عندي عدد هون طعمي الكل. سوري كملي. قد ايه بياخذوا وقت بالفرن؟ لا بياخذوا تقريبا اقل شيء، هلا بدنا نخمر، نستنى عليهم 10 دقائق يخمروا ونحن رح نستعجل فيهم. هون بس احكي للمشاهدين انه هل بعد هيك لازم كمان يستنوا كمان نص ساعه زي ما قلنا بالفرن مع مي، وبعدين يخبزوهم لمده 15 دقيقه على درجه حراره 180. اوكي تمام، حلو كثير صراحه، شكلهم بشهي والريحه زاكي صح؟ عن جد مش تسمين كثير. لا منيح اني ما شفت الرسم. لا مش تسمين جد. لا خضار، كلها خضار، كلها خضار. طيب برند، نبلش معك اليوم، رح تحكي لنا عن فوائد الصبر، احكي لنا هيك بشكل عام شو فوائده. اوكي، هلا صراحه اخترت انه نحكي عنه لحتى الاشخاص تعرف اكثر، بما انه هلا موسم وكل الاشخاص عم تستهلك الصبار بنسبه كثير عاليه، فخلينا نعرف اذا هو صحي او غير صحي، فوائده او اضراره على مرض السكري بالاخص، لانه عن جد احنا بنخاف من ارتفاع نسب السكر عند هدول الاشخاص، وكيف انه نحن بنقدر ناخذه بدون ما نتطرق للسايد افكتس او الاعراض الجانبيه من استهلاكه لبعض من فئات الاشخاص. لنبلش بالفوائد الغذائيه، اولا للاشخاص اللي عندهم اي نوع من التهابات الفيروس، تثبت الدراسات انه الصبار فيه نسب عاليه من الانتي فايرال بروبرتيز، يعني مركبات تحمي الجسم من الفيروسات اللي ممكن ينصاب فيها بنسب كثير كبيره، فهدول الاشخاص رح يستفيدوا بشكل كثير كبير، اولا لانه هو من مواد طبيعيه فما له اي اضرار على الجسم. ثانيا نحمي جسمنا من الفيروسات اللي ممكن ننصاب فيها، خاصه بفترات تغيير الموسم من الصيف الى شتاء او خريف الى ربيع، اللي عن جد الاشخاص كثير بيتاثروا بنسب كبيره من هاي الفيروسات اللي بتكون منتشره. ثانيا ومن اهم الفوائد للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالاعصاب، بتثبت الدراسات انه الصبار فيه مواد غذائيه بتحمي او بتغلف الاعصاب بالشكل الصحيح، فهذا الشيء بيساعد الاشخاص اللي عندهم مشاكل بتاكل الاعصاب، ان كان مشاكل الرجفه الباركنسونز او ان كان مشاكل في زيادة النسيان عندهم، هذا الإشي بيكون عادة بسبب مشاكل بالأعصاب عندهم، فنحن لما نحمي الأعصاب بالطريقة الصحيحة ممكن إنه نحن نخفف من يعني ظهور هاي المشاكل أو تقدمها عند بعض من الأشخاص. حلو. طيب قد ايه فيه كالوريز الصبر؟ قد ايه لازم نستهلك خلال اليوم؟ هاي معلومه كثير مهمه لانه كثير اشخاص بتسال عنها، عاده السعرات الحراريه الموجوده ب 100 جرام من الصبار هي 41 سعره حراريه، فما عندي سعرات حراريه كثير عاليه بعكس معتقد الاشخاص، اما بالنسبه صح، لانه لما تحسي هلا انا او عندي هذا المعتقد انه لما تاكلي فواكه تكون كثير حلوه بحس انه الكالوريز فيها عاليين، ما له دخل. هاي الاغنيه اهداء من عبد الله لكم. هيك قال لي قولكم. صراحة أنا شايفكم عم تضحكوا، عم بحاول ما أضحك بس عم ضل أمسك أعصابي مش قادرة، لازم يصير كل حلقة يضحكني. هاي هذا اللي بتحكي رند عن الصبر، هذا هو الصبر لما الواحد بيصبر. شكرا يا عبد الله، أبدعت. هي واحدة من فوائد انه الاغاني فوائد الصبر. بالضبط. هلا بالنسبة للسعرات الحرارية، لكل 100 جرام من الصبار في عندي تقريبا 40 سعرة حرارية، فهو معتدل بالسعرات الحرارية، مش مرتفع نهائيا. فيه نسب جيدة من الالياف، بيعطينا نسب تقريبا 3 إلى 4 جرام من الالياف بكل 100 جرام، هاي تعتبر نسبة كثير عالية للأشخاص اللي عندها مشاكل بالإمساك. أما بالنسبة للسوائل فهو نسب عالية جدا فيه مي. احلى. بالضبط. 100 جرام كم حبه يعني بيطلعوا؟ 100 جرام تقريبا بيطلعوا حبه ونص الى حبتين يعني ماكسيمم، بس طبعا حسب حجم الحبه. بالضبط. اما بالنسبه للمعادن ففيه نسب عاليه من البوتاسيوم، مغنيسيوم وكالسيوم. هلا بالنسبه للفوائد الغذائيه اللي كنا عم نحكي عنها وخاصه لمرضى السكري، بتثبت بعض الدراسات انه هو عنده القابليه انه يعدل نسب السكر الموجوده بالدم، فممكن انه نحن ننزل نسب السكر باستهلاكه، ولكن
بشرط انه الكميه تكون محدوده. يعني مش مفتوح انه نحن ناخذ 4 5 أو 7 حبات باليوم، لا، لانه هذا الشيء رح يرفع نسب السكر بدل ما يعدلها. اذا اخذنا حبتين بفتره السناك ما بين الفطور والغداء او الغداء والعشاء ممكن انه يساعد على تنظيم نسب السكر بالدم. يا الله اشتهيت هيك يكون حبتين هيك بردين بالضبط. صح، اسكاب هيك حلوين. بس رند اسالك، هلا في فرق بين الصبار والالوفيرا صح؟ من اكيد يعني الصبر هذا اللي احنا بناكله غير عن الصبر الكبير الاخضر اللي طلعوا منه الالوفيرا صح؟ لانه كمان الالوفيرا بتساعد على التخلص من الامساك وهي الاشياء. مزبوط. هلا الالوفيرا، نبته الالوفيرا هي بتيجي بالشكل التالي بالضبط، هي طويله وضعيفه كثير، فهي صعب اكلها لانها هي كلها عباره عن ماده لزجه من الداخل. الصبر اللي حجمه كبير اللي هو بيكون أخضر الاخضر الكبير، هذا عاده يستخدم اكثر في امريكا اللاتينيه والمكسيك. بدي احكي بالمكسيك بياكلوه. صح بياكلوه، ولكن المشكله فيه انه لما ينمو كثير بصير كثير يابس بالضبط، فبيصعب على الاشخاص استهلاكه وطعمه مش كثير مستساغ لانه هم بفوتوه بالوصفات. ما بياكلوه كوجبه اساسيه يعني، او زي ما احنا بنستهلكه كطبخه اساسيه بيدخلوه كوندمنت بالضبط موجود بالغذاء. هلا بالنسبه لاخر فائده غذائيه ضروري انه نحن نذكرها للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكوليسترول، هو بخفض نسب الكوليسترول مجملها، يعني ان كان الدهون الثلاثيه، الكوليسترول السيء، او حتى نسب الكوليسترول المجمل الموجود عندي بالجسم، ولكن تاثيره الايجابي بخص اكثر ال LDL اللي هو الكوليسترول السيء، بيعمل على تنزيل جميع انواع الكوليسترول ولكن بالاخص ال LDL. ما احلى فوائده، انا يعني استغربت انه عن جد له فوائد كثير مهمه، وجد الواحد يعني هلا يستغل انه موسم الصبر والصباره، فانه ناكل منها ما نخاف لانه عن جد لها فوائد ولكن باعتدال. طيب اخر سؤال، قد ايه موسمه وهل بتفرز، واذا تفرز قد ايه ممكن يضل بالفريزر؟ اوكي، هلا عاده للاسف هو بيفقد قوامه بالتفريز فببطل عندي قوامه بالطريقه اللي احنا بنستسيغها لانه بصير لما تذوب الفاكهه بشكل بالضبط فبتدبل وبطل مستساغه من قبل الاشخاص. عاده يفضل انه احنا ناكله بموسمه. اذا ما كنا قادرين انه نستهلكه خلال الموسم، الافضل انه احنا ممكن ناخذ البدائل مثل الالوفيرا اللي حكينا عنها، او الصبار باشكاله المتعدده. فممكن انه احنا نلاقي بديل عنه، مش بالضروره بس الصبر اللي احنا بدنا نستهلكه. ولكن ننتبه لشغله كثير مهمه، انه زياده استهلاكنا منه ممكن يؤدي الى غثيان بالدرجه الاولى، اسهال شديد عند بعض من الاشخاص لانه عالي جدا بالألياف والبذور اللي هي يصعب على الجسم هضمها فتستخدم كملين للمعدة، بالإضافة أنه ممكن يعمل نفخة لبعض من الأشخاص. فحبتين إلى 3 حبات هي المستوى باليوم الطبيعي اللي بناخذ منه الفوائد. شكرا كثير لك رند الديسي على هاي المعلومات، نحن دائما بنستفيد من معلوماتكم ومن طلتك الحلوة. أكيد شكرا لكم. شكرا لك.